وكان سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء قد قام بزيارة إلى محطة نور أبو ظبي لإنتاج الطاقة الشمسية، والتي تعتبر أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة نحو 1177 ميجاوات. وقد اجتمع الوزير ميرزا لدى وصوله إلى المحطة مع المهندس أحمد محمد الرميثي رئيس مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية للشركة، حيث قدم المهندس الرميثي عرضا تفصيليا عن محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية، وكذلك الاستراتيجية طويلة الأجل والتي ترتكز على تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية الطاقة الخضراء. من جانبه استعرض وزير الكهرباء والماء خطط مملكة البحرين في مجال الطاقة المستدامة والإنجازات التي تحققت والأهداف الوطنية المنشودة والتي تم إنجاز نسبة كبيرة منها في وقت قياسي. وأشاد الوزير بالتجربة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجال الطاقة الشمسية، معربا عن اهتمام مملكة البحرين بتفعيل المزيد من التعاون وتبادل الأفكار والاستفادة من تجارب دولة الإمارات الشقيقة في كافة المجالات، وعلى وجه الخصوص مجالات الطاقة المتجددة وإنشاء المحطات الشمسية. ثم قام الحضور بالتجول في أقسام المحطة والاطلاع على تفاصيل هذا المشروع الرائد الذي فاز بجائزة أفضل تمويل لمشروع طاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2017.